المساعدات الإنسانية والثقب الذي يحول دون وصولها للمحتاجين، لما لم تحدث تلك المساعدات أي تغيير إيجابي في الأزمة الإنسانية المتفاقمة؟ وكيف يمكن وضع حد لتلاعب واسترزاق الحوثيين وفساد المنظمات الإغاثية؟ أهلا بكم. بالرغم من تعدد مؤتمرات الاستجابة الإنسانية في اليمن وحجم المساعدات المقدمة، إلا أن رقعة الاحتياج فيها لا زالت تتسع، ولم تحدث تلك المساعدات أي تأثير إيجابي ملموس، وهو ما يدفع بالكثير من الأسئلة والاستفهامات الباحثة عن مصير المساعدات الإنسانية في اليمن. أعلن برنامج الغذاء العالمي مؤخرا تعليق أعماله بسبب ما أسماه بخطر الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين الذين قال إنهم يسعون للكسب على حساب المحتاجين. التلاعب الحوثي بالمساعدات الإنسانية والإتجار بها أحد أبرز الإجابات الباحثة عن مصير المساعدات، لكنها ليست الإجابة الوحيدة. فحملة وين الفلوس المطالبة بمعرفة مصير المعونات الإنسانية البالغة نحو 20 مليار دولار منذ بداية الحرب كشفت عن إجابة أخرى اسمها فساد المنظمات الإغاثية وغياب الشفافية والرقابة على أدائها. التساؤلات حول آلية عمل المنظمات العاملة في اليمن دفعت الحكومة للتحرك، حيث حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج المنظمات التي ترفض التجاوب وتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها والمساعدات التي تقدمها للمحتاجين بإجراءات قد تصل لحرمانها من العمل. من 106 إلى 254 ارتفع عدد المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن خلال العامين الماضيين بحسب تقارير الأوتشا، في حين توسعت الأزمة الإنسانية وبدا أن ثمة ثقباً أسود يعترض طريق المساعدات ويحول دون وصولها للمحتاجين. تقارير المنظمات الدولية وتحذيراتها من المجاعة في اليمن تتوالى ودوائر الاحتياج تتسع. في صنعاء ارتفع منسوب الخوف من الجوع بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي تعليق إرسال المساعدات بسبب تلاعب الحوثيين وتكسبهم على حساب المحتاجين ورفضهم إدخال نظام البصمة البيولوجية للحد من التلاعب بالمساعدات. أكثر من 24 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بحسب الأمم المتحدة، أي أكثر من 80% من السكان. احتياج ووضع كارثي في ظل انقطاع الرواتب عن بعض المناطق وانعدام مصادر الدخل. أزمة إنسانية تزداد سوءاً رغم تعدد مؤتمرات الاستجابة الإنسانية ورغم حجم الدعم المقدم لمشاريع الإغاثة في اليمن، وهو ما يثير تساؤل الكثيرين حول مصير المساعدات وشفافية وأداء المنظمات الإغاثية، ما دفع ناشطين لإطلاق حملة قبل أشهر تحت هاشتاغ وين الفلوس للمطالبة بمعرفة مصير المساعدات. الحكومة الشرعية قالت إن 80% من المنظمات العاملة في اليمن ترفض التجاوب مع طلبها بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية وحجم المساعدات التي تقدمها للمتضررين، محذرة من إجراءات قد تصل لإيقافها عن العمل. بين التلاعب الحوثي وغياب شفافية المنظمات، تظل المساعدات طريقها في اليمن وتتحول إلى مجهود حربي ومصدر ثراء للميليشيا، في حين يحرم المحتاجون إلا من الفتات. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الحجاجي الأمين العام لمنظمة بيور هاندز الأيادي النقية الأمريكية، وسينضم معنا آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ محمد. حياكم الله. أهلا بك. وقبل أن ندخل في موضوع الحلقة، دعنا نحن والسادة المشاهدين أن نتعرف أكثر على منظمة بيور هاندز الأيادي النقية، عمرها وما الذي تقدمه. بيور هاندز، منظمة الأيادي النقية، هي منظمة أمريكية أنشئت لدعم العمل الإنساني في اليمن بسبب الحاجة الماسة وقلة التركيز من المنظمات الأمريكية على دعم العمل الإنساني أو تخصيصها له.
عمرنا في 7 سنوات تقريبا، أنشأت في عام 2012. بفضل الله إلى الآن استطعنا تقديم ما يعني وصلت المساعدة إلى ما يزيد عن 3 مليون شخص من إجمال المساعدات في كل النواحي في كل المناطق اليمن، وجزء من أعمالنا نقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول بشكل محدود. إذن لو أراد المواطن إيضاح فكرة وآلية عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، ما الذي يمكن أن يقال؟ كمنظمات أمريكية نحصل على التراخيص ثم نستقطب التبرعات من المتبرعين كأشخاص أو تجمعات أو منظمات، ثم نقوم بإيصالها إلى اليمن واستخراج التراخيص من الحكومة اليمنية أو سلطة الأمر الواقع، ثم القيام بالمسح الميداني وتوزيعها حسب الأماكن التي نستطيع أن نصل إليها. نعم، لديكم متعاونين في الداخل؟ متعاونين في الداخل لديكم؟ نعم، لدينا رخصة في اليمن كمنظمة دولية نقوم بتنفيذ مشاريعنا بأنفسنا. في الوقت الذي لا نستطيع أن نصل إلى بعض المناطق أو تزدحم المشاريع في نفس الوقت، لدينا 62 شريك كمنظمات محلية. إذن حسب تقرير الأوتشا أستاذ محمد التابع للأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد المنظمات العاملة في اليمن خلال سنتين من 106 منظمة إلى 254 منظمة. كيف يمكن تفسير هذه الزيادة في الأرقام؟ حسب علمي أن العدد أكثر من هذا بكثير، يفوق 30,000 منظمة حسب زيارة الأخيرة، لكن فيها منظمات شكلية أو صغيرة. ازدياد المنظمات هو نتيجة ازدياد الحاجة وازدياد الطلب في الواقع، بالرغم أنه يفترض أن تفتح الفرصة للمنظمات مع ترتيبها. فهي ظاهرة من ناحية صحية، أمريكا على سبيل المثال يوجد فيها أكثر من 1,470,000 منظمة خيرية وإنسانية تعمل في شتى المجالات، ميزانيتهم السنوية تفوق 390 مليار دولار سنويا. فوزارة الخزانة الأمريكية تمنح بما يعادل 200 رخصة يوميا لمنظمات للقيام فيها، لكن هناك خطوط عريضة تحدد أعمالها وترعاها ثم تعمل على مراقبة أعمالها لكي يتأكدوا أنها تصل إلى المستفيدين. نعم، لكن غياب الرقابة للأسف الشديد منعدم في اليمن، هل يتيح ذلك الفرصة لوجود منظمات وهمية، وجود منظمات تستغل الوضع؟ صحيح، في غياب الشفافية، في غياب الرقابة الذاتية، يمكن أن توجد في بعض هذه الأخطاء، وعلى هذا ينبغي على الجهات المسؤولة أن تقوم بدورها. أيضا القائمين على المؤسسات الإنسانية عليهم أن يخافوا الله، أن يراعوا ضمائرهم، أن يعرفوا أنهم عبارة عن وسطاء بين الممولين والمستفيدين. إذن ما هي أبرز المحددات لعمل هذه المنظمات برأيك؟ في الحقيقة المراقبة الذاتية، ثم القانون، ثم سلطة الشعب المتابعة. ولذلك في الفترة الأخيرة رأينا بعض المتابعات لبعض الوسائل باختلاف المسميات، لكن على المواطنين أن أيضا يمارسوا دورهم في تقييم وتقويم المؤسسات العاملة، لأن هذه في آخر المطاف هي أموال يفترض أن تصل إلى المستفيدين، ينبغي عليهم حماية أموالهم. نعم، إذن لو تحدثنا عن تقييم دور المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن الدولية بالتحديد، كيف تجده؟ بشكل عام نحن بحاجة إلى هذه المنظمات. نعم. ولهم جزيل الشكر على عملهم، ونحن كيمنيين يجب أن نحرص على بقائهم في الميدان، لكن مع تقييم عملهم، مع المراقبة، مع الضغط عليهم لتحسين الأداء، لتكون الدراسات حسب الاحتياج، ثم تحدد وسائل التدخل، ثم طريقة التدخل، وتكون للمؤسسات المحلية مساهمة كبيرة
وفعالة في إيصال هذه المساعدات. الأخطاء والخلل يحدث حينما يغيب طرف عن الأطراف، سواء المنظمة نفسها أو الدولة المشرفة أو المواطنين أنفسهم أو المنظمات المحلية. نعم، إذن يعني ربما يعني هذا كان يفهم في السابق بأن الدولة التي يوجد فيها حرب ودخلت إليها المنظمات فمن الصعب الخروج من هذه الحالة، لأن المنظمات هي ما تقوم بتقديمه عبارة عن يعني ليس حل نهائي للمشكلة، وإنما حل جزئي من خلاله تستمر هذه المشكلة، يعني على سبيل المثال السلال الغذائية أو الأدوية أو اللقاحات أو يعني دعم بعض المراكز الصحية، لكن في نهاية الأمر لا يوجد قضاء حقيقي على المشكلة، بدليل أن في كل عام يرتفع عدد المحتاجين وترتفع نسبة الميزانية المرادة لحل هذا الاحتياج. نعم، الحقيقة أن في بعض الحالات يفهم أن العمل الإنساني أو التدخلات تأتي بنتائج عكسية، والصواب أن هذه التدخلات يفترض أن إما تحل حل مؤقت لتصل بالمستفيدين إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لأنفسهم، لكن ما نلاحظه في هذه الفترة الأخيرة أن هناك حتى قلة نظر أو تعمد من بعض المنظمات في إعطاء الناس الإغاثة الإعاشية، بحيث أصبحوا يعتمدوا على المعونات وتركوا الجانب التنموي. والصواب أن المنظمات سواء الدولية أو المحلية، وهذا ما لاحظته في زيارتي الأخيرة إلى اليمن، وقت اقتنعت بعد الزيارة أنه يجب أن نغير أسلوب عملنا من الإغاثة الإعاشية إلى الإغاثة التنموية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، كما يقال يعني بدل أن تعطيني السمكة علمني كيف أصطادها. وقد كان لنا بعض البرامج وجدناها مع قلتها لكن ثمرتها كبيرة، لأنه خلاصة العمل الإنساني والخيري أن تحفظ للإنسان كرامته. نعم. إذا ستهين الإنسان بطريقة ما أنت لم تساعد في إنقاذه، بل صحيح العكس. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الأستاذ جمال بلفقي، مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، أهلا بك. وبداية أود أن أسألك، كيف تقيم علاقة الحكومة بالمنظمات الدولية من خلال آلية التواصل والرقابة أيضا؟ طبعا أود أشكركم ونحييكم ونحيي ضيفكم الكريم الأستاذ محمد الحجاجي ومشاهدينا الكرام. الحقيقة المنظمات الدولية طبعا تقييمها بالعمل الإنساني والإغاثي، نحن بالحكومة اليمنية وكذلك دائما باستمرار نحن علاقتنا عبر وزارة التخطيط بتوقيع الاتفاقيات وتسهيل العمل الإنساني والإغاثي لإيصالها لمستحقيها وفتح القنوات الحقيقية لإيصال هذه المساعدات، وكذلك لحشد الجهود للمانحين لتسليم المبالغ المالية لإيصال المساعدات إلى المواطن. نعم، إذن كانت الحكومة الشرعية قد طالبت بوقت سابق منظمات دولية بفتح مكاتبها في عدن وكذلك كشف حساباتها قبل اتخاذ أي إجراءات ضدها، إلى أين وصلت؟ الحقيقة نحن باستمرار نحن في يعني عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الغاز عبد السعد رقيب فتح نوجه باستمرار ونرفع تقارير عامة للمنظمات الدولية بالانتهاكات اللي تحصل للعمل الإنساني الإغاثي في مناطق التي تحت سيطرة الحوثي، ونحن قدمنا لهم ونصحناهم بأن وجودهم في المناطق المحررة وبوجود المنظمات الدولية ورقم نقل مكاتبها للمحافظات المحررة ستكون يعني سهولة إيصال المساعدات لجميع أنحاء الجمهورية، خاصة عندما الاعتماد بشكل كبير لفتح مراكز إغاثية، 5 مراكز إغاثية التي حددت من قبل فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هذه بتوجيهات مباشرة. نعم.
ورفعها للمنسق المنظمات الانسانيه السابق الاستاذ اوبراين وكذلك المنسق الحالي لتكون العمليه الانسانيه والاغاثيه والاستفاده ب 22 ممر الذي استطاعتهم في جميع الموانئ اليمنيه لايصال المساعدات حتى الى دارس عن الاشقاء في المكعب السعيد فتحت من جيزان لايصال العمل الانساني الاغاثي للمناطق التي تحت التي ممكن تستفيد منها العمل الانساني الاغاثي لايصال الاغاثات لاي يعني شخص متواجد في الجمهور اليمني سواء في المهره او في صعده. نعم، اذا ما مدى تجاوب هذه المنظمات مع ما طلب منها سواء شفافيه الحسابات وتوضيح الى اين تذهب المساعدات وايضا الميزانيه التي تطلبها كل منظمه؟ الحقيقه المنظمات لم تتجاوب في عمليه النقل لمكاتبها ولن حتى تقوم بعمليه العمل الانساني والاغاثي، ولهذا عندما تم احاطه البرنامج الغذاء العالمي من قبل رئيس منظمه الغذاء العالمي ديفيد كذلك المره الثانيه بان العمل الانساني الغاثي تعرض للانتهاكات لسرقه القوت من افواه الجياع هذا دليل واضح بان العمل الانساني الغاثي يعني لا يسير بالطريقه الصحيحه ولا توجد فيه شفافيه. كذلك عندما بدات منظمات المجتمع المدني وحملت اين الفلوس، هذا جعلت المنظمات هنا تكشف عمليه كنوع من عمليه نقدر نقول عليها عمليه بياض وجه، او يعني انها بدات تنكشف بان توجد في هذه المناطق بالرغم منها نحن نعرفها من 2015 تبدا سرقه الغاثه من افواه الجياع وبدات استغلال الحوثيين لاستخدامها للمهجود الحربي، لكن نحن طبعا هذا بعد تم الاعلان بهذا الشكل واصبحت الذريعه الانسانيه لميليشيا الحوثي لا والمنظمات الدوليه اصبح امام يعني اجراءات حقيقيه لوضع يعني لتصحيح مسار العمل الانساني والغاثي بنقل مكاتبها الى عدن، كذلك بالتوجيه لجميع المنظمات الدوليه للاستفاده من 22 ممر، وهذا يكون في ضغط شديد بقرار رسمي من الامم المتحده لكي تضغط على الحوثيين لعمليه انها تخضع لعمليه العمل الانسانيه وانها تخضع لايصال المساعدات في المناطق المحاصره وكذلك للاماكن التي تحت سيطرتهم بقرارات رسميه وبعمل بعمليه حساسيه لعمليه الشفافيه وعمليه ايصال المساعدات بشكل كامل. نعم، اذا استاذ جمال، الان بعد تعثر عمل برنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرة الحوثيين وخاصة صنعاء بعد ثبات نهبهم للإغاثة، برأيك ما هي الحلول البديلة لإيصال المساعدات الإنسانية مع العلم بتضرر الكثير من هذا الإيقاف؟ طبعا نحن لا نريد تعليق العمل الانساني الاغاثي في صنعاء، نحن نريد اجراءات حقيقيه لمحاسبه من عرق العمل الانساني والاغاثي. طبعا هي البرنامج الغذاء العالمي يجب ياخذ اجراءات حقيقيه لايصال المساعدات وان منعها من الان المستفيد الوحيد هو الحوثي، اما المواطن ليس غير مستفيد في تعليق الاغاثات لا توصل اليهم، ولهذا يجب الاستفاده ونقلها. يعني نحن في قبل الاسبوع الماضي استقبلنا حوالي باخره من الجمهورية الكوريه الجنوبيه ب 19,000 طن من الرز بالتنسيق مع اللجنه على الاغاثه، وهذا تم في ميناء عدن، نقل مكاتبها لمحافظه عدن ان الحل الانسب لايصال المساعدات والاستفاده من التسهيلات التي تقدمها الحكومه اليمنيه في المناطق التي تحت سيطرتها. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ جمال بلفقي مستشار وزاره الاداره المحليه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا لو عدت إليك أستاذ محمد، يعني هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة حول مدى الشفافية والإنفاق العام التشغيلي للمنظمات، يعني هناك من يقول بأنه يفوق ما يصل لليمنيين المحتاجين أنفسهم، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أولا نحن كيمنيين بحاجة إلى إبقاء المنظمات الدولية سواء الصغيرة أم الممولة دوليا من الأمم المتحدة وغيرها، نحن بحاجة إلى إبقائها للعمل في اليمن، لكن نحرص على أن نرفع وتيرة شفافيتها تقلل نسبة الإيرادات منها. الوضع حاليا من وجهات نظرهم هم لا يسموه فسادا، يسموه نفقات تشغيلية، لكن قد نتفق أو نختلف معهم
النسبة يجب أن تصل بمزيد بنسبة أكثر إلى المواطنين. نعمل سواء الحكومة أو المنظمات المجتمع المدني أو المواطنين إلى أن نصل إلى هذه الطريقة. يعني هل الحكومة قادرة على فرض ذلك على المنظمات العاملة لديها؟ يعني الآن بعد إعلان يعني الحكومة بضرورة توضيح الحسابات المالية وأين تذهب هذه المساعدات، وكذلك إغلاق المكاتب في بعض المناطق التي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، هل هي قادرة على فرض ذلك؟ الحقيقة هذه بلادنا وهذا شعبنا ونحن المسؤولين عنهم أمام الله ثم أمام هذا المواطن. يجب أن نصنع شيء، يجب أن لا نستسلم للضغوطات الخارجية، وحتما إذا كانت هناك عزيمة وهناك حركة وترتيب يمكن أن تصل إلى نتيجة أفضل. نعم، يعني هل ترى أن حجم الرقابة المجتمعية على أداء المنظمات الدولية يكفي للحد من هدر المساعدات التي يجب أن تصل لليمنيين؟ يجب أن تتكامل الجهود الحكومية وجهود المؤسسات وجهود الرقابة المجتمعية. لا، بالرغم أني أرى أن الرقابة المجتمعية في الوقت الحالي هو عشوائي أكثر من أنه مفيد. أحيانا نقوم بحملة أقوى في منطقة أو في مكان يفترض أن لا تحمل نفس الوتيرة، بينما نترك فجوة أكثر هي الأولى بالتركيز. ولذلك أنا أدعو الحكومة والمنظمات القائمة في العمل نفسها إضافة إلى المنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى التكامل لتحقيق نتائج أفضل في إيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين. نعم، إذن هذا التكامل، يعني ربما هناك دور مهم للحكومة التي ربما تحدثت أيضا أنها تحركت بعد المطالب الشعبية لهذه المنظمات أن تكشف تقاريرها للناس. برأيك يعني وجود حكومة قوية متابعة لمثل هذه المنظمات ولعملها، ربما تحدث معنا الأستاذ جمال بأننا لا نريد إغلاق هذه المنظمات وهما تتفق أنت مع، نريد رقابة أكثر وشفافية أكثر، هل الحكومة قادرة على هذه الرقابة والشفافية؟ أولا هي مسؤوليتها مع المشاكل التي تواجه الحكومة، هي مسؤوليتها، ثم إنه أي جهد سيحقق نتيجة ما. صحيح أنه في الفترة الحالية هي لا تقوم هي ليست مسؤولية الدولة ليست إيجاد التراخيص والتسهيل فقط، أيضا الرقابة، ويمكن لهذه المنظمات أن تقوم بتمويل من يراقب عليها من الدولة أيضا. فقط نحتاج إلى أن نعقد العزيمة ونتخذ الإجراءات ونشتغل في الميدان، لن يمنعنا أحد من أن نحمي حقوقنا أو أن نطالب بها. نعم، إذن منظمة الغذاء أو برنامج الغذاء العالمي علق عمله في صنعاء نتيجة ما تحدث به هو في مواقع بأنه تم التلاعب بالمنظمات التي قدمت من قبل الحوثيين، هل هذا الإجراء تجد أنه منطقي في ظل الأوضاع التي يعيشها اليمنيون؟ أم كان لابد من اتخاذ إجراء آخر دون التعليق؟ هذه نكسة إنسانية، وأنا أحمل الجانب اليمني والمواطنين والقائمين على المسؤولية والمنظمات هذه أن نصل إلى هذا المستوى. يفترض أن لا نصل إلى هذا المستوى، هذه كارثة. كثير من الناس كانوا معتمدين على هذا التمويل يعني إنقاذهم من الموت التدريجي جوعا بسبب قلة الطعام أو قلة الدواء. هذا أمر لا ينبغي أن نسمح به، وكان يفترض أن لا ينبغي. فبالإمكان أن تعاد الكرة ويتم تصحيح الأمر، لكن أن يبقى الأمر بهذه النتيجة فستزداد الكارثة. وأنا في زيارتي الأخيرة ذهبت إلى أماكن النازحين، إلى الأماكن الذي فيها كثير من يحتاجون إلى الدعم والمساعدات. بصراحة الوضع في اليمن أسوأ مما نراه في الإعلام. كنت أود أن أسألك يعني بعد زيارتك كيف وجدت الوضع، من أي ناحية تجد أن الوضع أسوأ مما يظهر للإعلام؟ طول المدة
يعني بإمكان الناس أن يتحملوا الأزمة لفترة زمنية محدودة، لكن 4-5 سنوات هذه بصراحة أن الشعب اليمني شعب مكافح لا أجد له نظير في أي مكان آخر. لو أنه شعب آخر يمكن أن ينتحر بأشكال جماعية في طول المدة هذا أولا. الشيء الثاني، كنا في اليمن في أزمة إنسانية قبل الأحداث وقبل الحرب، فتضاعفت بعد الحرب. الأمر الآخر، لم نكن جاهزين سواء كدولة أو منظمات مجتمع مدني لمثل هذه الحالة. الحقيقة أنها الوضع الذي وصل إليه يفترض على القائمين على الأمر في اليمن أو على جميع الجهات أن تراجع حساباتها وأن تقف بموقف المسؤولية لوضع حد لنهاية هذه الأزمة الإنسانية الخانقة. نعم، إذن أستاذ محمد، من خلال حملة التي أطلقها مجموعة من الناشطين أين الفلوس، ظهرت أزمة في الشفافية والسياسة المالية لدى المنظمات العاملة في المجال الإنساني في اليمن. بداية أود أن أسأل قبل الحديث عن الحملة، هل على كل منظمة أن توضح تقاريرها للناس في مواقعها؟ كم أخذت من المبالغ؟ ما هي المشاريع التي نفذتها؟ كم تبقى؟ هذا أمر جيد. إحنا نصحنا في الفترة الأخيرة أننا ننزلها واستمعنا إلى هذه النصيحة. على سبيل المثال منظمة الأيادي النقية في خلال الفترة الماضية إجمالي ما تم كل إيراداتنا في حدود 10 مليون دولار نقدا وفي حدود 50 مليون يعني مواد عينية. المجمل منها في حدود 63 مليون دولار، هذه مجمل المساعدات التي استطعنا تجميعها وإيصالها إلى اليمن. مجمل النسبة المئوية من النسبة التشغيلية في من خلال من بداية العام إلى من بداية عملنا إلى الآن بما يعادل 8%. هذا على سبيل المثال. الصواب، وإحنا يعني في منظمة الأيادي النقية سنتجه إلى هذا يعني، وأدعو كل المنظمات الأخرى أن تسلك هذا السلوك في إنزال يعني في إظهار الداخل والخارج وهذه التفاصيل، وثم شرح للناس أن هذه هي ضرورة وحاجة لبقاء الطاقة التشغيلية، ولا مانع من أن يطلعوا على الناس، وإذا وثقوا فيك أن يتعاونوا معك، وإذا أرادوا أن يتعاونوا مع مؤسسة أخرى أو عن طريق جهة أخرى فليفعلوها. نعم، إذن أنتم يعني كمؤسسة أظهرتم نشاطكم على حسب التوصيات أو حسب ما تم توصيتكم به. أود أن أسألك أيضا، إلى أين تصلون؟ هل تستطيعون الوصول إلى شتى المناطق أم أنكم محصورون بمناطق معينة؟ الحقيقة أن عندنا رخصة كمنظمة دولية ونحن نعمل في جميع مناطق اليمن، إما ننفذ مشاريعنا بأنفسنا أو عن طريق شركاء. لدينا 62 شريك محلي، نصل إلى جميع مناطق اليمن، لكن هناك بعض المناطق فيها صعوبة الوصول إليها، ومع هذا نحن نتحمل هذه الصعوبات ونصل إلى هذه الأماكن. من هذا المكان أنا أتمنى من الجهات المسؤولة في اليمن، بصراحة نجد تعاون جيد وراقي من الحكومة الشرعية، نتوسم منهم مزيد من التسهيل. وحكومة الأمر الواقع أيضا نعمل في المناطق التي تسيطر عليها ونطلب منهم مزيد من التسهيل، لأنه كلما تأخرت الأوقات للمساعدة. على سبيل المثال حاليا عندنا بعض الشحنات الطبية متأخرة في الميناء بأسباب يعني قد تتلف بالفعل. قد خسرنا يعني في مرة من في فترة من الفترات خسرنا أدوية في الميناء بما يزيد عن 500,000 دولار، وهذا أمر لا ينبغي. هذه تبرعات تأتي من مسلمين ومن غير مسلمين، من أناس يعني قلبهم على النفس الإنساني، يفترض أن نوصلها إلى مكانها. حاليا في السفارة في أمريكا والحكومة نعمل على تسهيلها. نجد في هذه الفترة الأخيرة تجاوب جيد، نشكرهم على هذا التجاوب ونطلب المزيد من هذه التسهيلات. نعم، إذن كيف برأيك يتابع المجتمع الدولي سلوك ميليشيا الحوثي مع المنظمات العاملة في موقع سيطرته؟ يعني ربما أول من أظهرت هي منظمة الغذاء العالمي، كيف يمكن أن على الأقل أن يحكم مثل هذه التصرفات حتى لا يتضرر الإنسان وتتسع رقعة المحتاجين؟
اوكي، دعيني اجيبك من طرف اخر. نحن في منظمه الايادي النقيه بيور هاند سياستنا الا نتدخل في السياسه مطلقا، ولا نعلق على الاحداث السياسيه لاي جهه من الجهات، لكن بشكل عام الصواب ان هذه المنظمات الدوليه المانحه عليها ان تتاكد ان المساعدات تصل الى مستفيديها. وهذا ما وجدنا حينما أخذنا الترخيص من الحكومة الأمريكية، سألناهم هل هناك برنامج يفترض أن لا نعمل فيه أو منطقة أو بحيث نحن حريصين أن نخدم أهلنا، لكن لا نود أن نرى أنفسنا في السجون أو في المحاكم في يوم من الأيام. فكانت الإجابة أنه خذوا التبرعات من مكان نظيف، رتبوها بالطريقة التي الـ IRS وزارة الخزانة تتطلب منكم، وتأكدوا أنها تصل إلى المحتاجين. فمسؤوليتهم جمع من مكان نظيف، ترتيبه بالطريقة الجيدة، ثم إعداد الدراسات الميدانية الحقيقية للاحتياج، وثم إيصالها إلى المستفيدين في كل أطراف اليمن. نعم، برأيك كيف يمكن إيصال المساعدات إلى المناطق يعني أو لنقل للخارطة الإنسانية التي تحتاج من الكثير من المنظمات العمل دون معوقات؟ يعني نعلم تماما أن هناك مناطق محرومة تماما من هذه المساعدات، إما لصعوبة الطريق، إما للحصار، إما لمنع وصول هذه المساعدات. كيف يمكن ذلك؟ الصواب أن الجهات التي تسيطر على الوضع في اليمن تمنح فرصة أكبر للمنظمات العاملة في القطاع الإنساني دون أن تتدخل في أعمالها، تشرف عليها إشراف عام، تتأكد أنها تعمل بشفافية، لكن هي المساعدات ينبغي أن لا تصل إلى الدولة أو إلى سلطة الأمر الواقع، يجب أن تصل مباشرة من المتبرعين من الجهات المانحة إلى المستفيدين مباشرة. نعم، يرفع أيديهم عنها. هل تعتقد إذن، قبل أن أضيف إليك هذا السؤال، اسمح لنا أن ينضم معنا عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي عبر الهاتف من كوالالمبور. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أستاذ عافية. إذن بالنسبة للعمل الإنساني في اليمن كجدوى اقتصادية وإنسانية، كيف تنظر إليه؟ هو لحد الآن بنظرة عامة على الموضوع، طبعا الحملة اللي قامت حملة وين الفلوس هي قامت لمعرفة مدى جدوى العمل الإنساني، لكن من المؤشرات الأولية للموضوع بنجد أن احنا معانا حتى اليوم في حوالي 24 مليار و200 مليون دولار وصلت فعليا إلى اليمن. وبقسمك هذا المبلغ على عدد سنوات الحرب، بنجد أن هذا المبلغ يساوي أو ربما يزيد عن إجمالي ميزانية الحكومة اليمنية. فهذه المبالغ لو فعلا دخلت اليمن، لو فعلا استفادت منها وتم ضخها في السوق المحلي، كان على الأقل سيحافظ الريال اليمني على سعره وعلى وضعه أمام العملات الأجنبية. هذا فقط مؤشر عام على الموضوع، لأنه ما تصل من مساعدات أكبر حتى من ما ممكن أن تحصل عليها اليمن من إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك والموانئ والمطارات وكل هذه الإيرادات. ما يصل المساعدات أكثر من هذا كاملا، وبدون تشغيل وبدون عمليات وبدون حفر وبدون تنقيب وبدون نقل وبدون أي شيء. فالمنظر العام يقول أن لا جدوى، وأن ما يحصل هو أقل القليل وبروباغندا إعلامية ودعم للميليشيا. هذا المحصلة النهائية للموضوع. قد يكون هناك ماذا عن ارتفاع ارتفاع عدد المنظمات أستاذ عبد الواحد إلى ماذا يشير؟ هل تجد أن هذه حالة صحية يتطلبها الظرف الإنساني في اليمن وواقع الحرب؟ ارتفاع عدد المنظمات بكل بساطة معناه ارتفاع عدد السماسرة، وبالتالي ارتفاع تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية التي تأخذها هذه المنظمات. لأنه نفترض أن المنظمة بتجي من الخارج بتحصل على تمويل من المانح الرئيسي، وهي اللي بتقوم بتنفيذ مشاريعها، لكن اللي بيحصل أن هي بتقوم بالاعتماد على منظمات من الداخل اللي يسمى سب كونتراكتنج، يعني المقاولة من الباطن،
وبالتالي هذه المنظمات تعطي مقاولة أخرى من الباطل لمنظمات أخرى صغيرة، وفي النهاية إجمالي مبالغ المنح والمساعدات تذهب عبارة عن مصاريف تشغيل لهذه الإدارات، هذه المنظمات. في الوقت اللي كان بالإمكان المنظمة الرئيسية التي حصلت على التمويل هي من تقوم مثلا بتوظيف أناس والإشراف عليهم والتنفيذ مشاريع وتخفيض تكلفة التشغيل وتكلفة المصاريف الإدارية والوصال أكبر قدر من المساعدات إلى المستحقين. فبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة غير صحية وتفريخ لمؤسسات ومنظمات تقديم أجندات خاصة وتتحرك من أجل التهام الجزء الأكبر من هذه المساعدات. نعم. إذا أستاذ عبد الواحد، جملة من المؤشرات اتضحت منذ انطلاق حملة وين الفلوس، أبرزها غياب الشفافية لدى الكثير من المنظمات العاملة في اليمن. أيضا تحدثت الحكومة أنها نتيجة للضغط الشعبي ولبعض الحملات التي يعني صدرت ارتأت أن تحاسب هذه المنظمات وقدمت منها طلب لكشف تقاريرها وأين ذهبت هذه المساعدات ومدى ميزانيتها، وقال يعني قيل بأنه لم تستجب إلى 20% من هذه المنظمات. كيف هي متابعتك لهذا الأمر؟ مبدئيا الاستجابة لحد الآن لم تستجب إلا 3 منظمات بالعدد حسب ما وصلنا، اللي هي منظمة وكالة سميبس لتنمية المشاريع الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسة وثاق للتوجه المدني، ومنظمة مجتمعات قوية ريكو. هذه المنظمات الثلاث الوحيدة التي استجابت بكل إيجابية وفعالية مع الحملة وقامت بنشر تقاريرها المالية المدققة والفنية حول مشاريعها والمبالغ التي وصلتها وأين صرفتها. بخلاف ذلك كل المنظمات دولية كانت أو محلية تجاهلت الدعوات التي وجهتها الحملة وقامت بالتلاعب أو بالالتفاف عليها يعني موضوع برنامج الغذاء العالمي، هو لم يكن إلا محاولة لتحميل الحوثيين مسؤولية ضياع المساعدات وعدم توصيل المنح المقدمة لليمنيين إلى مستحقيها. بينما نفس هذا برنامج الغذاء العالمي وبقية مؤسسات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية العاملة في اليمن عملت طوال السنوات الماضية مع الميليشيا بكل وفاق وبكل تماهي وبدون أي مشاكل. لم يقوموا بهذا الإعلان الذي نعتبره خطوة سلبية جدا وهروب من مسؤوليتهم الأساسية. أنا أحمل برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الأمم المتحدة المسؤولية الأكبر في عدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها وإيقاف برنامج الغذاء العالمي لعملياته في صنعاء عبارة عن هروب من المسؤولية وعدم الالتزام بالمهام والأهداف التي أخذوا على أساسها ما يزيد عن 3 مليار و600 مليون دولار فقط البرنامج الغذاء العالمي بخلاف بقية وكالة الأمم المتحدة. فكان المفروض على برنامج الغذاء العالمي أن يقوم بنقل عملياته إلى مناطق الشرعية ويتخذ أساليب أخرى وأدوات جديدة لإيصال المساهمات أو المساعدات إلى مستحقيها. لأنه إصرارهم على توزيع المساعدات بشكل عيني، مواد غذائية بشكل عيني، هو بسبب تورطهم هم أنفسهم بقضاء فساد واختلالات ومشاكل في مناقصات الشراء وعمولات وسمسرات ورشوات وكل أسوأ من ذلك بكثير. فالمشكلة الأكبر هي عند منظمات الأمم المتحدة. في بخلاف ذلك المشكلة هو الفساد السياسي الذي بيرافق عمليات هذه المنظمات. يعني قبل أسبوع من الآن في قام ناشطون من حملة وين الفلوس بلقاء مسؤولين من الحكومة الألمانية في ألمانيا ومؤسسة الجي آي زد، وتحدثوا مع مسؤولين من أحد المسؤولين في الجي آي زد وقالها صراحة
انه هو يعني طلبوا منه مثلا انه يقوم بتحويل مبالغ المساعدات الى البنك المركزي ومنها يتم الصرف بالريال اليمني. قالها بصراحه انه ارسال المبالغ الى البنك المركزي معناته مساعده او دعم الحكومه الشرعيه والتي هم بيعتبروها جزء من اطراف الصراع. فهذه المنظمات بتتعامل مع الحكومه الشرعيه كطرف في الصراع ولا مساوي للانقلاب الحوثي دون اي اعتبار انه هذا انقلاب وهذه حكومه شرعيه بتمثل الشعب اليمني ومعترفه من كل الدول والمؤسسات الدوليه. شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الباحث في الشان الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. اذا تعليقك على ما تم طرحه من قبل الاخ عبد الواحد، مساله المبالغ التي تم ذكرها، عدم الشفافية لكثير من المنظمات وعدم التجاوب للحملة التي تم طرحها من قبل هؤلاء الشباب. صحيح، أتفق مع الأستاذ في كثير من نقاط طرحه، أنه المنظمات الدولية أيضا هي تتحمل جزء كبير من المسؤولية، بحيث أنها كان يفترض أن لا تصل إلى مرحلة الانسداد، يمكن إيجاد حلول لهذه المشاكل قبل أن تتفاقم. ثم أنه الخروج من اليمن بشكل كامل سيؤثر كثيرا على هذا الأمر، يمكن أنهم يجدوا وسائل أخرى بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة. نعم، إذن يتحدث يعني المجتمع الدولي عن مبالغ كبيرة وأرقام كبيرة أستاذ محمد، من خلال يعني منذ بداية الحرب كميزانية للمساعدات، وهناك من يتساءل لو كانت ربما قدمت لليمنيين مباشرة كمبالغ لأنعشتهم اقتصادية لسنوات قادمة، يعني أو طرح الأستاذ عبد الواحد لو حولت عن طريق الحكومة الشرعية لأنعشت أيضا العملة وتتحسن الوضع الاقتصادي نسبيا، يعني كيف يمكن أو تدار أموال الإغاثة بهذا الشكل؟ بوسائل معتدة في وجهة نظري، وعندي هذا مقترح للحكومة الشرعية، هي أن تعمل على عقد مؤتمر لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، بحيث تبحث مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية والجهات ذات العلاقة عن الوضع الإنساني ميدانيا، ثم الاحتياجات، ثم وسائل التدخل، ثم تخرج بنتائج عملية وتتقدم بها إلى هذه المنظمات الدولية وتلتزم بها الحكومة نفسها، يمكن أن يتحسن في هذا مثل هذا الأمر. هذه واحدة من الحلول، ويعني أقترح على الحكومة أن تقوم بهذا، وإحنا في منظمة الأيادي النقية يمكن أن نساهم في تأمين الدعم لتأمين مثل هذه الأنشطة. نعم، إذا كنت تحدثنا أستاذ محمد أو أنتم هنا لإنشاء كيان أو تكتل دولي، حدثنا عن التفاصيل. نعم، إحنا في الأيادي النقية ومنظمات العمل نؤمن أنه ليست مهمتنا فقط أن نقوم بجمع الأموال سواء من أشخاص أو منظمات أو جهات مانحة فقط، بل واجبنا كيمنيين خارج اليمن أن نقوم بهذا الأمر من ناحية، ثم نرفع للعالم صوت الوضع الإنساني في اليمن، ثم نسعى إلى تأسيس كيانات، وهذا واحد من أسباب زيارة إلى هذه المنطقة، ونسعى إلى القيام بمثل هذا في أوروبا، في آسيا، في عدد من إنشاء كيان دولي لجمع المؤسسات العاملة في اليمن من خارج اليمن، وضعها في إطار محدد، ولنقوم بتقديم دراسات ميدانية حقيقية، ثم تكون هذه وسائل للتنسيق بين المانحين والجهات المحلية المنفذة، منها لرفع وتيرة وضع العمل الإنساني والوضع الإنساني في اليمن، ثم لإيصالها بأقل التكاليف وأكثر الجودة إلى المستفيدين منها. ومن هذا المنطلق أنا أدعو أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة وفي جميع دول العالم إلى الالتفاف إلى هذا النداء. هذه بلادنا، هؤلاء هم شعبنا، يجب أن نصنع لهم شيء، وإن لم نصنعه نحن فمن يصنع هذا؟ وإن لم نصنعه الآن فمتى يمكن لنا أن نقوم بهذا؟ نضع أيدينا في أيدي بعض
وننشئ مثل هذه الكيانات الكبيرة والتجمعات والإطارات للعمل الإنساني والخيري، ثم نؤطرها ونحرص أن تصل إلى المستفيدين بأقل التكلفة وأكثر الفائدة. إذن شكرا جزيلا لك محمد الحجاجي، الأمين العام للمنظمة الأمريكية بيور هاندز، الأيادي النقية. شكرا جزيلا لك لوجودك في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.